مازن قبطي، أنا أحد مؤسسي الجمعية الفلسطينية للفن المعاصر. هذه الجمعية أنشئت قبل عدة سنوات من قبل عدد من الفنانين الفلسطينيين المعروفين وأفراد فلسطينيين آخرين محبي الفن في فلسطين. استطعنا من خلال هذه المجموعة وعلى رأسها الفنانين سليمان منصور، تيسير بركات، خالد حراني، نبيل عناني، سمير سلامي وآخرين، تأسيس أكاديمية للفنون في فلسطين، أكاديمية تقوم على تعليم الفن بالطرق الحديثة والمتطورة لسد الفراغ الكبير الموجود في المناطق المحتلة الفلسطينية بتعليم الفن الفلسطيني، لإعطاء الإمكانيات أمام الفنانين الشباب أو أمام الطلاب والطالبات الشباب في الفلسطينيين للتعلم الفن الفلسطيني. الفن في الواقع هو أداة سلمية في التعبير عن الذات، بالإضافة إلى أنه لغة عالمية الكل بفهمها ببساطة. والأكاديمية هون أنا متأكد أنه راح تساهم في خلق جيل من الناس اللي بيفكروا بطريقة مختلفة عن السابق. وأنا أؤمن كمان إيمان وثيق أنه الشعب الفلسطيني راح يتقبل الأكاديمية هذه ويستفيد منها من خلال الطلاب اللي بيطلعوا منها ومن خلال البرامج اللي بتخدم المجتمع الفلسطيني. في الأكاديمية جو يعني جو فيه أكثر حرية، فيه أكثر إنه ممكن أنت كإنسان كشخص عندك فكرة وفي عندك اتجاه معين ممكن تبني ذاتك فيه. بيجي ناس بتشوفهم، بتعرف على ناس جداد، بتشتغل على بروجكتس تانية، بتشوف شغل ناس تانين. يعني أظن رح تكون إكسبيرينس غريبة وجديدة والمفروض إنها كتير تفيد. Hello, my name is Reem Fadda and I'm the Academic Director at the International Academy of Arts Palestine. As a Palestinian, I'm proud of what this academy stands for and how its mission will affect the lives of our future generations. Though I have been educated in Europe and have been offered several lucrative opportunities in the fields of arts there, I have chosen to return to my home Palestine to work on this project because I strongly and passionately believe in how this will translate in promoting the Palestinian heritage with the world at large through the imagination of our future and present artists. في دور كبير للتعليم الفني لتحسين جودة الإنتاج الفني واحد، وإشعار الممارس للفن بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على 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 عاتقه، وهذا ما بتأتى إلا من خلال مؤسسة تعليم جدية بتخطط وفق يعني نظريات التعليم المعاصر على الأقل والتجارب اللي يعني هون وهناك في العالم اللي بتأسس لفكرة الفن كمعرفة والفن كأداة أيضا في التغيير الاجتماعي والسياسي. الأكاديمية الدولية للفنون في فلسطين هي الأكاديمية الوحيدة التي تستطيع أن تقدم للشبان والشابات الفلسطينيين في الأراضي المحتلة شهادة البكالوريوس للفنون. أنا أتوجه إلى حضرتكم، طالب منكم الدعم، ساعدونا لكي نستطيع أن نقف على أرجلنا، ساعدونا لكي نعطي هذه الشهادة إلى هؤلاء الشباب حتى يستطيعوا من خلال أعمالهم الفنية إيصال رسالة المحبة، رسالة السلام، رسالة الأمل إلى الرأي العام العالمي. وشكرا.